مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في هذا الفيديو الذي يقوم به كتعليق على زيارة البابا للمغرب ولقائه بالملك محمد السادس. كلنا نود مثل هذه اللقاءات، لكن نريد أن تكون لقاءات فعالة ولها ثمار على أرض الواقع، تنعكس على حرية الإنسان وعلى خير الإنسان عموما. لدي بعض الانتقادات التي تخص بعض الجوانب التي كانت خطيرة في هذا اللقاء، وشكلت أيضا خيبة أمل للكثيرين من كانوا ينتظرون الكثير من هذه الزيارة، وخابت آمالهم بشكل محبط للغاية. أبدأ بخطاب الملك. خطاب الملك كان خطابا في بعض جوانبه جيد، وفي جوانب أخرى لم يكن جيدا على الإطلاق. من بين الأشياء التي قالها ملك المغرب، قال: بصفتي ملك المغرب وأمير المؤمنين، فإنني مؤتمن على ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية. خليني أحط خط تحت على ضمان، مؤتمن على ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، وأنا بذلك أمير جميع المؤمنين على اختلاف دياناتهم. خليني أعلق على هذه النقطة. كيف يكون الملك أمير جميع المؤمنين على اختلاف دياناته؟ هل هو أمير البوذيين مثلا؟ هل هو أمير بعض الديانات التي لا يعترف بها المسلمون؟ أمير البهائيين مثلا؟ هل هو أمير الأحمدية التي تصنف على أساس أنها ليست على أساس أنها هرطقة إسلامية أو أنها مخالفة للإسلام؟ هل هو أمير، خصوصا أن الأحمدية لا تؤمن بأن محمد خاتم الأنبياء، فكيف سيكون أمير المؤمنين؟ هل هو أمير الشيعة؟ طيب ماذا عن غير المؤمنين الملحدون المغاربة؟ نشطبهم من خانة المغاربة؟ ماذا عن اللادينيين؟ ماذا عن باقي معتقدات والأفكار التي صارت لا حصر لها ولا لا يمكن نحصيها؟ فإذا هل هؤلاء الملك ليس ملكا عليهم إذا كانوا مغاربة؟ هل هو ملك فقط على المؤمنين ببعض الأديان، خصوصا بالأديان الثلاث التي يقر بها مثل الإسلام والمسيحية واليهودية؟ هذا كلام ينبغي أن ندقق فيه، لا يقبل هكذا مجملا. نكمل القراءة. قال: وبهذه الصفة لا يمكنني الحديث عن أرض الإسلام. طبعا شيء جيد وشيء جميل أن المغرب ليست أرض الإسلام كما يروج البعض، لأن فيها أديان أخرى وكأنه لا وجود هنا لغير المسلمين. طبعا هذا شيء رائع، نشجع على مثل هذا الكلام. فأنا الضامن لحرية ممارسة الديانات السماوية. وهنا وقفة، هنا علينا أن نتوقف. كيف يكون شخص واحد حتى لو كان ملك البلاد، كيف يكون هو الضامن لحرية ممارسة الأديان؟ كيف؟ ألا ينبغي أن يكون الدستور هو الضامن لهذه الحرية؟ هل في بلدان مثل أمريكا مثلا ترامب هو الضامن لممارسة الحريات؟ الدستور فوق الجميع، هو الضامن لحريتي وأيضا لحقوقي وأيضا لحقوق الآخرين. ماذا لا تحول هذا الملك إلى شخص دكتاتور؟ وفي تاريخ المغرب ما أكثر الملوك الذين تسلطوا على رقاب المغاربة؟ كيف يكون هو الضامن؟ لا، هذه الحريات معطاة من الولادة لكل إنسان، هي حريات تولد معه. المؤمنون مثلي يؤمنون بأنها معطاة من الله، وغير المؤمنين يؤمنون بأنها تولد معه وحق طبيعي له. ونتفق نحن الاثنين، نتفق على أن هذه الحقوق لا ينبغي أن يأخذها منا أي شخص مهما كان، ولا يضمنها لنا أي شخص كيفما كان. ينبغي أن نتفق عليها جميعا في وثيقة تجمعنا جميعا، نتفق أن حقي وحقك. فإذا هذا الكلام لا
لا يا سيدي، لست أنت الضامن لحرية ممارسة الديانات السماوية، لأنه اليوم ما تكون وغدا قد لا تكون، واليوم والإنسان يتغير مزاجه، يتغير بطبعه ويميل لأشياء كثيرة، فينبغي أن تكون هناك وثيقة تضمن حقوق جميع المغاربة وليس شخصا. ثم يقول، نكمل القراءة: وأنا المؤتمن على حماية اليهود المغاربة. وهنا أتوقف، كم عدد اليهود المغاربة؟ البروباغندا المغربية لاستخدام ورقة اليهود فاقت كل الحدود. اليهود المغاربة، اليهود المغاربة، كم عدد اليهود المغاربة؟ هناك تقديرات تقول أنهم لا يتعدون 1000، هم 600، لأن أغلب اليهود تركوا المغرب وذهبوا لإسرائيل. أكثر التقديرات التي تبالغ وصلتهم ل 4000، فإحنا ما بين 600 إلى 4000. خليني أخذ الرقم الأكثر، 4000 يا سيدي. هل لأجل 4000 يهودي نصير عاملين دعاية لا حد لها؟ طيب ماذا عن الملحدين وأعدادهم تفوق اليهود المغاربة بكثير؟ ماذا عن المسيحيين المغاربة؟ ماذا عن باقي التوجهات الأخرى؟ ماذا عن الشيعة المغاربة؟ ماذا عن الأحمديين المغاربة؟ الضامن لحرية ممارسة الديانات السماوية المؤتمن على حماية اليهود المغاربة. اليهود المغاربة أغلبهم تركوا المغرب. لماذا تركوا المغرب؟ لو كانت لديهم حقوق في المغرب، لو كانوا يعاملون بشكل جيد. إلى الحد الآن يقول الكثير من المغاربة حين يقولون نكتة، يقولون هذا واحد اليهودي حشاك. حشاك تقال للكلاب في المغرب وتقال لليهود. كيف نقول أننا عاملنا اليهود جيدا ونحن نعلم من التاريخ أن السلاطين المتعاقبين على المغرب عملوهم بقسوة، الموحدون كيف عاملوا اليهود وغيرهم، كيف كتبوا على أكتافهم قرد وخنزير، كيف حصروهم في أحياء مثل الملاح، كيف عاقبوهم، كيف قتلوا رؤوسهم، رؤساءهم، كيف عاملوهم على مر التاريخ. فهذه أكذوبة نرددها على أن اليهود المغاربة عاشوا عيشة رائعة ونضرب كل التاريخ، وهذه ليست حقيقة، سأفصلها في حلقات قادمة، ليست حقيقة بالوثائق والمراجع، ليست حقيقة. على العموم يقول مثل المغربي: المش ما يهربش من دار الرأس، القط لا يهرب من دار العرس. فلماذا ترك اليهود المغاربة المغرب وذهبوا لإسرائيل؟ لا تقول لأجل أسباب سياسية، لأن إسرائيل ضغطت عليهم. لو وجدوا راحتهم في المغرب ما كانوا استبدلوا المغرب بأي شيء. فهروبهم من المغرب دليل على أنهم لم يكونوا يعاملون بشكل جيد. على العموم نكمل. وقال أيضا: فهو المؤتمن على حماية اليهود المغاربة والمسيحيين القادمين من الدول الأخرى الذين يعيشون في المغرب. وهذه هي النقطة الأساسية. كيف يتحدث الملك عن المسيحيين القادمين من الدول الأخرى الذين يعيشون في المغرب، ويتجاهل عن قصد باقي المسيحيين، وبالأخص أخص بالذكر المسيحيين المغاربة أبناء البلد الذين تركوا الإسلام وصاروا مسيحيين؟ فهو الضامن أو المؤتمن على حماية اليهود المغاربة والمسيحيين المغاربة والمسيحيين عفوا قادمين من الدول الأخرى، مسيحيين قادمين من بلدان أفريقية مسيحية، والمسيحيين القادمين من بلدان أوروبية وأمريكية وغير ذلك. هو الضامن، لكن لا يضمن بطريقة غير مباشرة، يقول لا يضمن حرية أو حماية، وليس مؤتمنا على حماية المسيحيين المغاربة. المسيحيين المغاربة لا يدخلون في إطار الحماية، لا يحميهم الملك. طبعا أنا قلت أنه لا ينبغي للملك أن يكون حاميا، هو المفروض أنه يسهر على شؤون البلاد، لكن ينبغي أن تكون لدينا وثيقة فيها حقوق الملك وحقوق الشعب، فيها مسؤوليات الملك ومسؤوليات الشعب. فإذا نحن نتحدث عن ناس آتين من بلدان أخرى يحميهم الملك، لكن أبناء البلد
الذين تركوا الإسلام، مش فقط تركوا الإسلام واعتنقوا المسيحية، حتى لو تركوا المذهب السني الأشعري المالكي واتجهوا لمذاهب أخرى، لا أرى المالكي يتحدث عنهم في هذا الخطاب. استثناء كل هؤلاء. ماذا عن الملحدين المغاربة الذين تركوا الإسلام؟ لا يذكرهم المالك، فهو لا يحميه. فإذا نحن نتحدث عن مسألة خطيرة جدا، مسألة تتعلق بحق الإنسان، حقه في العيش الكريم بغض النظر عن معتقده. من حقك أن تكون مسلما، من حقك أن تترك الإسلام، من حقك أن تترك مذهب داخل الإسلام وتذهب إلى مذهب آخر. ليس من حق أي حد أن يقول بأنه يرفع الحماية عنك ويعطيها فقط للقادمين من بلدان أخرى، للمسيحيين القادمين من بلدان أخرى. فقد الشيء لا يعطيه. كيف نعطي الحرية لغيرنا إذا كان أبناء بلدنا لا يتمتعون بهذه الحرية؟ الحرية تبدأ من البيت وليست لأولاد الخارج. وأنا لا أقول أنه لا ينبغي أن يحصلوا على حريتهم، أنا أقول ينبغي أن نبدأ الأولوية أن تعطى الحرية للمغاربة لكي نستطيع أن نعطيها للآخرين، لكي نستطيع أن ندعي أننا نمنح الحرية للآخرين. واحد لا يعطي الحرية لأبنائه، هل سيدعي أنه يعطي الحرية لأبناء الجيران؟ كيف نفكر؟ ثم علينا أن نرى هذا في إطار حقوق الإنسان، في إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. خلينا نقرأ المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تقول لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانتي أو عقيدتي وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء كان ذلك سرا أم مع الجماعة. إذا لكل شخص، لكل شخص، مش فقط للأفارقة القادمين من البلدان الإفريقية، وليس للأجانب الفرنسيين أو الإسبان أو غيرهم، لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين. وهذا الحق يشمل حرية تغيير ديانتي، يعني حرية تغيير الإسلام وأن تصير مسيحيا أو غير ذلك أو ملحدا أو عقيدتي، وحرية الإعراب عنهما، أني من حقي أن أقول ذلك علانية بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء كان ذلك سرا أم مع الجماعة. يعني من حق أي مسيحي مغربي أن يقول أو يمارس دينه في بيته، مسيحيته في بيته، أو يمارسها في مكان عبادة سرا أو علانية. وليس من حق أي شخص أن يأخذ منه حريته أو يأخذ منه الحماية ويصير معرض للخطر وكأنه إهدار دم. الحماية فقط هي على المسيحيين القادمين من الخارج، المسيحيين المغاربة نرفع عنهم الحماية. أليس هذا تهديد لحياة الناس؟ من سيحمي هؤلاء؟ أم أنهم مرتدون لا يستحقون الحماية؟ نحن نتحدث عن حياة الناس، عن حياة أسر، عن أسر بأكملها، بأطفالهم، بآبائهم، بأبنائهم، بأمهاتهم. ثم نذهب إلى المادة 19 من إعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي تقول لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، يعني أن أعبر عن ديني وليس فقط أن أعتقد به، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، أي آراء حتى لو كانت آراء دينية، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. يعني من حق كل مسيحي، من حق كل ملحد، من حق كل ديني، من حق كل بهائي، من حق كل أحمدي، من حق كل شيعي، يعني من حق كل سني، كل صوفي، كل الأديان، كل بوذي، كل الأديان والمعتقدات، أنا أعتقد بأي عقيدة شئت، بأي رأي شئت، وأن أعرب عن ذلك علنا أو على الفيسبوك أو على اليوتيوب أو أي مكان دون أن أتعرض لمضايقة أو المحاسبة أو السجن. واضح. إذن هذا حديثي عن ملك المغرب. فإذا كنت تتقن 4 لغات و تتحدثها بطلاقة يا جلالة الملك، أرجو أن تتقن أيضا
الحديث بحقوق الإنسان بلغة حقوق الإنسان لكي تضاف لغة خامسة لرصيدك.